يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودهم لإطعام الصائمين خلال شهر رمضان الكريم في قرى محافظة سوهاج. يستهدف التحالف الوطني توزيع ما يزيد عن 350 ألف وجبة في 17 محافظة. بكد وتفان يواصل متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودهم لإطعام الصائمين خلال الشهر الكريم، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا. قرى محافظة سوهاج كانت موقعا لنشاط مؤسسة صناع الحياة، إحدى روافد التحالف الوطني، ومركزا لمواصلة إطعام صائميه في مطلع الأسبوع الثاني من الشهر الكريم. إدارة الحالة هي اختيار الأسر المستحقة بناء على معايير وأرقام، بيتم النزول للأسر المستحقة ميدانيا وبيتم التأكد من استحقاقها بناء على المعايير والأرقام، وبيتم اختيارها واعتمادها علشان تستفاد من كل أنشطة صناع الحياة. احنا هنا النهاردة في مطبخنا، مطبخ صناع الحياة المنشأة، بنشتغل في تجهيز الوجبات للمستفيدين. احنا النهاردة شغالين على 250 وجبة على مستوى المركز المنشأة، وعلى مستوى المحافظة بيبقى في 8 مراكز شغالين وبيطلعوا وجبات في على مستوى المحافظة، بنعدل 1000 وجبة في اليوم. بنعمل 1000 وجبة يوميا بتوتال 350 ألف وجبة في الشهر، ده خلال المطابخ بتاعت رمضان. كمان في بند الكراتين بنعمل 200 ألف كرتونة خلال الشهر. مطبخ الخير لمؤسسة صناع الحياة لم يعرف الملل أو التراخي في العمل بسوهاج، الجميع تواقون لإنهاء عملهم ويسابقون الزمن لإنتاج 1000 وجبة ساخنة يتم توزيعها يوميا على الأهالي، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة. نعمل كل يوم أكثر من 200 وجبة، كلها بتروح للأسر المستحقة تحت رعاية تحت إشراف إدارة الحالة كسمانينج، وكلها بتروح للمستحقين، وعندنا البروتينات كلها على أعلى جودة. وعبر مطبخ الخير يستهدف التحالف الوطني توزيع ما يزيد عن 350 ألف وجبة في 17 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 200 ألف حقيبة غذائية بمختلف محافظات مصر عبر مؤسسة صناع الحياة. عايز أكون متطوع صناع الحياة محافظة سوهاج بمواصلة نشاط مطبخ الخير بالمحافظة من خلال 7 مطابخ متفرقة بمحافظة سوهاج لإنتاج 1000 وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا من المحتاجين والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك. رمضان ديليفري دي فكرة ان احنا بنقدم وجبات للأسر المستحقة قبل المفطر. احنا بنبدأ السايكل بتاعة المطبخ ان احنا بنبدأ التجهيز من الأول بالليل، من سواء تليين اللحمة أو الفراخ وتقطيع البطاطس أو البصل، ومن ثم نيجي الصبح عشان نحمر ونجهز الحاجة دي. بعد كده بيبقى معنا الشوت بتاع التغليف والتعبئة والتوزيع، ده اللي بيشارك فيه معظم المتطوعين، بيكون من 20 ل 30 متطوع كل يوم. فكرة الوجبات دي بتتوزع بعد كده للأسر الأكثر استحقاقا، بيكون تم فلترتها ومعاينتها من فريق الكيس مانجمنت في إدارة الحالة. وتستهدف فعاليات التحالف الوطني 5000 أسرة، توفر لها المؤسسة ملابس عيد الفطر مع توفير مستلزمات طبية وإتاحة عدة جلسات للغسيل الكلوي، لتواصل المؤسسة عملها الخيري في كل ربوع الوطن.